العشرة 11 دقيقة على راديو كابا فيم. نعود نرحب بكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا والناس زادة اللي التحقت بنا الآن في الاستماع والمشاهدة. سعيد جدا باستقبال الثنائي المرح. لا بوتي بجاعات 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 زيرو بوليتيك نسرين بن احمد وراني مخلف. الله صباح الخير محمد. بونجور بونجور بوتي موند دامور. صباح الخير للناس الكل، ان شاء الله ايامكم اسعد الايام، ان شاء الله الويكاند تعدي وتعملوا برشا جو. شميسه اليوم وطقس مزيان برشا برشا. سافا طقس له باهي هكايا باهي لو بارد برشا مستحب دونك فما شموسه مزيانه. راني مخالفة. صباح النور سيف وصباح الخير للي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله نهارهم اسعد الايام كما قالت نسرين. وان شاء الله برشا موتيفاسيون، ان شاء الله برشا جو اليوم معنا. ان شاء الله نذكر نسرين انه راني مخالفة اليوم تعوض زميلتنا سندا النبي اللي تعذر عليها الحضور الجمعه ذي. ان شاء الله المانع خير، ان شاء الله المانع خير، ان شاء الله المانع خير. سندا ترجع بحنان الجمعه جاي. كيف كيف يتغيب علينا الرجل الثاني في زيرو بوليتيك صاحب القامه الطويله فارس الشعباني للجمعه الثانيه، تحيه ليه والسند ان شاء الله يرجعوا بحذنا ان شاء الله. الاسبوع المقبل دونك رنيم خلف الله باش تعوض سند النبي في فقره كاب موتيفاسيون. كاب موتيفاسيون ايوه سند دونك عنوان فقرتنا اليوم في كاب موتيفاسيون سيف شكون دنيا جديده. دنيا جديده بمعنى بمعنى كلنا عشنا فترات خايبه وصعيبه، فترات تعبنا فيها جرينا فيها ضحينا فيها سهرنا فيها وتوحشنا النوم فيها. شكون فينا ما سهرش يخمم في فترة صعيبة، ما سألش روحه وبيت حاير على غدوة شو مخبيلنا. نهار ورا نهار تعدى علينا والأيامات تجري بينا، أيامات بحلاوتها تقوينا وأيامات بمرارتها تغرينا فيها. نهار ورا نهار تعدى علينا أيامات خلونا نقفوا نخموا ونسألوا رواحنا شعملنا فيهم. زعما اليوم خير من البارح ولا زعما غدوة خير من اليوم، زعما اللي عملته صحيح ولا غلط، وزعما هذا اللي نتمناه. برشا سؤالات صعيب تلخصهم في سؤال، وبرشا سؤالات صعيب تلقى لهم الجواب. برشا تخميم يخليك تهستر تتعب وتطيح. نهار ورا نهار تعدى علينا أيامات مرضونا وأيامات داويونا، أيامات علمونا وأيامات قساونا، أيامات صلحونا وأيامات بكيونا. أيه بكيونا. وشكون فينا ما بكيش في نهار؟ وشكون فينا اللي اختار؟ حد ما ينجم يختار لا حياته لا وقته ولا بلاصته ولا المواقف اللي يصيروله. وشكون ما عاشش المواقف الخايبة؟ شكون ما عاشش تعب؟ وشكون ما عاشش الوجيعة؟ شكون ما تخذلش؟ وشكون ما تظلمش؟ وشكون اللي ما ضحاش؟ وشكون اللي ما صبرش وما قالش الحمد لله؟ نهار ورا نهار تعدى بينا الكلنا عشنا فيهم الخايب والباهي. أما أنا اليوم نحكي معاك خطر حاسة بيك، ونعرف قديش تعبت وقديش تحملت، نعرف شنو عشت وقديش كبشت، نعرف قديش من مرة حكيت وما فهمك حد، ونعرف قديش من مرة خبيت في قلبك ودفنت خاطر ما عندك حد. نعرف اللي وجهتك كبرت كي ما لقيت شكون معاك ويسمعك، ونعرف اللي الحمل الرزن عليك كي تخذلت وما وصلتش، ونعرف اللي صعيبة كي تطيح وما تلقاش شكون يلقفك. أما أنا اليوم نحكي معاك نحب نقولك أعرف اللي ماكش وحدك، وراك ما تحتش وماكش واقف في بلاستك، بالعكس انت قاعد تقدم حتى بغلاطك، وقاعد تتعلم حتى بوجياتك، وتعبك مخلوف حتى كيف ما وصلتش، على خاطر تعبك هكا هو اللي باش يقويك، هو اللي باش يدزك ويوصلك لحاجات اخرين. ما تقولش تعبت، ما تقولش عييت، ما تقولش تعبي مش خساره ولا ايامات تعداو مراره، ما تقولش صاي وتقف وتقول يا ليت. ما تخليش اليأس يسيطر عليك، ونعرف اللي مش بكلامي باش نداويك، اما اسمعني اسمعني وخلي كلامي بين عينيك وتو تعرف اللي مانيش غاره بيك. اقف وقول انا قوي، واللي عشته الكل كان مجرد اختبارات وما فشلتش فيهم، بالعكس هما اللي صنعوني وصنعوا انسان جديد. باش نبدل من روحي واغلاطي ما نعاودهمش مرتين، مانيش باش نسكر على روحي الباب ونبعد على الدنيا اللي ضرتني وبكيتني، بالعكس انا باش نحل باب جديد غير اللي كنت فيه، باش نحل الباب ونخرج لدنيا جديده وباش نراها بعين جديده. فيها الخايب اللي عشته وتعلمت منه، فيها التعب اللي قواني، فيها دنيتي اللي باش نرسمها ونلونها بالواني. خليك ديما ورايا واسمع كلامي، الضربه اللي ما تقتلكش تقويك، وانت اليوم اقوى من البارح، ثقتك في روحك اصرارك وطموحك هما سلاحك.
يعطيك الصحة رنيم، برافو. يعطيك الصحة. نسرين كلام حلو من مؤثر، مش مؤثر مؤثر كبير مؤثر برشا. وي على خاطر ما فماش فينا شكون فينا ما تعبش في حياته، ما تعبش من الفشل، ما تعبش من الخذلان، ما تعبش من ما تعبش من الالم. فهمتني؟ ما فما حد في الدنيا هذه عايش على وجه الارض ما تعبش. ما اما لكن اعطتنا في الاخر ان لازم نتجاوز التعب هذا، لازم نخضروا القدام، لازم نقدموا، لازم يكون عندنا امل اللي غدوه كان عشنا غدوه خير، اللي ربي غدوه باش يعوضنا خير هكا ولا. واكيد الحياه هذه يوم ليك ويوم عليك، يعني مش كل يوم باهي وكلها الدنيا محلاها واحنا جينا في الدنيا هذه على باز كل واحد عنده رساله في الدنيا هذه، كل واحد عنده علاش جاي الدنيا هذه، فما علاش، وتختلف من انسان الى اخر. معناها المتاعب ولا المصاعب ولا اللحظات الخايبه في حياه الانسان من واحد لاخر، بارفوا احنا نخزروا كان الباهي في حياه العبد ونقولوا يا نجح يا وصل، لكن ما نعرفوش احنا كيفاش، شنو هو الباركور اللي تعدى به، شنو هو الالم اللي عاشوا السيد ولا السيده هذيا باش وصل للبلاصه هذيك. نخزروا كان للكوتي المزيانه يا وصحه ليه وكاها. دوك نرجع نقول اللي كل واحد اكيد فما لحظات خايبه برشا، فما لحظات نتاع اللي هي اللي صنعت منه عبد اخر انسان اخر. اكيد هو راهو ما تنجمش تصنع من انسان ناجح اذا ما فماش فشل. اذا فماش برشا وجاع، ما فماش خذلان. وحكينا عليه الاسبوع اللي وي دايوغ في نفس الكونتكست هذايا، لازم تخلق الامل ولا تخلق النجاح يتخلق من رحم الوجاعه، من رحم الخذلان، ساعات من اقرب الناس ليك وصلنا انه وتوجعنا ولا تخذلنا، لكن نرجعوا ونقولوا لازمنا نتنفسوا نعاود. وهذيك رنيم هذيك سنة الحياة، راهو مش حياة مش وردية، مش من نهار اللي تولدنا حتىكش نهار ربي باش يهز أمانته، راهي ماهيش الحياة وردية، مش تابي روج باش نلقوها قدام، ماهيش معناها ما نعرفش باش نلقوا حفر، باش نلقوا شوك، باش نلقوا هي اللي باش تصنع منا، هي اللي باش تعلمنا. أكيد أكيد كيفاش باش تصنع منا إنسان بشخصيته انه يتجاوز العراقيل هذوم كاينين. فما برشا عباد سيف ماخذين الموضوع انه معناها كل حاجه تصير لك خايبه ولا كل تعب ولا كل وجيعه تصير لك في حياتك لازمك تخليها وراك وتتعدى بالفاسون هذيك. اما انا اللي حبيت نقوله انه بالعكس مش لازمك تخليها وراك وتنساها كومبليتمون، بالعكس لازمك انت ديما تحطها في مخك باش ما تعاودش تغلط نفس الغلطه مرتين. فهمتني؟ وجيع صحيت تاخذ منها الباهي، تتعلم منها صحيت تاخذ منها الباهي باش تنجم تاخذ منها الدرس الحكمة اللي صارت لك في كل موقف هذاك، تطيش الخايب وراك وتاخذ كل موقف هذاك والحكمة وتكمل تبني خاطر احنا قاعدين نبني درجة ورا درجة. تتعلم باش غدوة كان عشنا ما تعاودش، كما حكيت رنيم غدوة كان عشنا ما تعاودش نفس الخطأ. اما المساج انا اللي نحب نعديه اترافيغ الامبيونس هذيك، حسيت هكا مش لازم الكلنا ننجحوا في الحياة، راهو معناها ننجحوا بالفاسون. احنا مولودين في تونس، لازمك تطلع طبيب، تطلع محامي، سينو كان ما عملتش هذوما تطلع قاري، لازمك تعرس ولازمك تجيب صغار ولازمك معناها اسمه برشا كلام. احنا حتى المجتمع نتاعنا حط لنا معناها قيود لو كان ما نتبعوهمش احنا ناس فاشلين. لا، اللي ما نجحش في الحياه في المواقف اللي حطتهم من المجتمع نتاعنا، لا راك نجم تكون انسان ناجح. مش لازم تنجح في الحياه لكن تنجح في اللي تعمل فيه. كل كسوى الحاجه اللي تعمل فيها واللي تفه فيها على العباد، خاطر مع ناس تفه لك الحاجه اللي انت تعمل فيها، دونك انت عامل فيها عليها كيف، دونك انت ممن باللي تعمل فيه انجح ووريهم راني انا نحب الحاجه هذه وباش ننجح فيها. هو النجاح، وما نشوفش نحكوا على النجاح وعلى الفشل، اما كل واحد كل ربي اعطيه النجاح في كتير معين. اكيد واضح، مش الناس كل ناجحين في اختصاص معين ولا الناس كل لا با دي تو. واحد ناجح في قرايته، واحد ناجح في حياته اليوميه، كل واحد واحد فاشل في حياته اما ناجح في حاجات اخرى. وفما ناس باش نرجع للتعب، فما ناس تاع معناها تلمون تعبت في حياتها، هي تعبة العبيد ما عندها ربي، تعبة ما عندها ربي، العبيد تعبة كل كسوة معناها كلها تعبة، تولد شعاري العبيد تعبة دونك فما ناس
استسلمت للتعب هذاك ما عادش تحب تولد تلمون ديما تعب وديما فاشلة ديما الفشل اللي يتبع فيه يزي فك عليه ما عادش نحب نقدم ما عادش نحب نجرب ما عادش نحب نكونتاكتي ما عادش نحب نحكي ما عادش نحب نقدم يزي سي بون يزي لاني بالك باش نقدم ولا باش نعمل نخوض تجربة أخرى باش نتعب أكثر وباش نعاود باش نفشل أكثر ربما الشخص هذاك هو الشخص هذاك اللي باش نختاره غدوة كان عشنا يطلع كيما اللي قبله ولا حتى أنت لهنا يجي الإيمان لهنا نمن بها الحكاية هذه نمن بالإيمان الإيمان بالله مادام ربي مازال يعطي فيك في نفس وعطيك صحة مادام لازمك تقدم مادام ربي خلق الباهي والخايب خلق الليل والنهار خلق ديما فما التناقضات فما الباهي أكيد تعرضنا للخايب في حياتنا سواء عبيد ولا مواقف ولا اللي هو لكن أكيد فما الباهي لكن الخايب هذاك ما وصل جينا في حياتنا رو أكيد فما درس وفما حكمة لهنا مساج للناس اللي يحسوا بشوية يأس ولا حسوا رواحهم ما عادش نجموا يقاوموا لا تنفس عاود من جديد قول فما ربي في الدنيا فما ربي عطانا الليل وشي خلقنا قدوة نهار جديد هو ربي قال إن مع العسر يسر خلق العسر وخلق اليسر معناها اكيد راهو باش تتسكر وما خلق الليل لوبسكوريتي اما من غدوه فما نهار فما شمس ودمان اوتر جور هكا ولا المهم تكون فما عزيمه واراده انك تتجاوز انك تخرج انك تتجاوز الاوبستاكل هذاك اللي تعرض لحياته وما تقولش غدوه كان عشنا باش نفشل لا حط الغدوه كان عشنا باش ننجح حتى كان نفشل الغدوه كان عشنا فما غدوه خير غدوه خير يعطيك الصحه دنيا جديده فعلا دنيا جديده يعطيك الصحه راني مخالف الله يعطيك الصحه نسرين بن احمد باش ترجعوا بحذانا بعد شوي لكن قبل هذا